لا هذا الشيء ديال الكركرات راه تكلمت عليه خطأ داروا البوليساريو، لأن البوليساريو عنده ضغط كبير من طرف الشباب اللي هو الشباب خريج ولا هو راضي بتسيير هذه القيادة وشايف راسه على أنه 30 سنة لا حرب لا سلم. إذن هما بقاوها يعني مصوا قضب هذا الشباب بالكركرات، يعني ما كانوا ظانين أن ردة فعل المغرب وردة فعل كاع الدول ستكون بالطريقة اللي جات. خصنا نفهموا أن الجيش الملكي في 75 ما هو الجيش الملكي في 2020. خصنا نفهموا على أن هناك تطور كبير، والكركرات برهنت على ذلك، على أن هذه عملية أمنية ما هي عملية حربية، ما نقتل فيها حد، ما نخبط فيها القرطاس، يعني وكان يعني فتحت المجال وضمنت على أن هذه الطريق اللي هو طريق دولي استمر، لأنه هناك ملي راه مثلا كفيل الطريق ما خرج حد من هذا حسب قرارات الأمم المتحدة، يعني سميتو 53 القانون 53 ما يحق لك تكفل تسد رزق شي واحد مهما كان، عندك مشكل معي أنا وتمشي تسد رزق هذا الثاني لا ما يمكنش. إذا معناها أنه هذه القرقارات كانت خطأ كبير، والبوليساريو ضيع رئيس الألماني البرلماني شومان رئيس الفريق ديالهم اللي دافع عنهم البرلمان الأوروبي، قدم استقالته وقال لهم هذا الخطأ، أنتم أمركتوا هذا الشيء ديال الكارات ما كان خصكم تديروه، خرجتوا بوحدكم عن المسار الأممي. هما كانوا باغيين أن المغرب يخرج مع المسار الأممي، يبيجوه وتبيجاو روسهم هما نفسهم، لأنه المغرب ما خرج مع المسار الأممي وما عاش هذه حرب البيانات ديال سميتو اللي خدامين بها البيانات، يعني فاتوا لحقوا 500 بيان ولا 800 ولا ما عرف كم، وهذا شيء صبياني ما لا يمكن انه يستمر، واللي ماشي ضحيته مع الاسف هي من المواطنين الابرياء اللي لا ذنب لهم في هذا.